السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذكاء الاصطناعي في الفيسبوك، الفيسبوك او ميتا اعلنت ان الذكاء الاصطناعي هيبقى جزء من الموقع بتاعها. فاول حاجة هتتعمل اللي هو المساعد الشخصي ميتا اي اي، ده انطلق بقى عامل زي شات جي بي تي، تقدر ان انت تدردش فيه جوه الماسنجر وجوه الواتساب وجوه الانستجرام، ويقدر يجيب لك داتا من اي موقع في الانترنت، وده بالتعاون مع الاوبن اي اي ومايكروسوفت وبينج. وكمان تقدر ان انت تعمل شرطه وتقول له ايماجين وتخليه يعمل لك اي صوره انت عايزها. وانت بتعمل شات على الواتساب بتقدر ان انت تقول له انا عايز صوره مثلا فيل بيلعب كوره، يبدا ان هو يكون لك الصوره ديت. ودي خلاص بدات تنطلق في امريكا كتجربه، وبعد كده تنطلق في العالم كله خلال ايام. برضو الفيسبوك عملت حاجه حلوه، والكلام ده طبعا لما بيتطبق في حاجه بيتطبق في كله، يعني هيتطبق في الواتساب والانستجرام والماسنجر، بقى في شخصيات افتراضيه تقدر ان انت تدردش معاها. تمام، بداوا انهم عملوا شخصيات كرتونيه وشخصيات افلام وحاجات زي كده، تقدر ان انت تدردش معاها كانك انت بتكلم الشخصيه ديت. وبداوا يعملوا ادوات لتعديل الصور بالذكاء الاصطناعي، في حاجه اسمها ريستايل، تقدر ان انت تغير الستايل الصوره. ممكن تقول له مثلا انا عايزها ستايل الوان ميه، عايزها بشكل معين، اعملها له ووتر كلر، اعملها لاي حاجه، فيبدا يعمل لك الصوره في ساعتها. بدل ما تروح الموقع يعمل لك الصورة وترجع له، لا تعملها في قلب الانستجرام عادي. وفي خاصية برضو اسمها باك دروب، يعني عندك اي صورة هتصورها تقول له احذف لي الخلفية وسيب لي العنصر دوت، وتبدأ تغير الخلفية زي ما انت عايز. دي ان شاء الله قريب قوي هتنطلق، وطبعا هتبدأ في الانستجرام، بعد كده تبدأ تظهر في الفيسبوك. وفي برضو الستيكرز اي اي، ده برضو بدأ في الواتساب وهيخش على بقية الحاجات. تقدر تصمم الاستيكر اللي انت عايزه، يعني بدل ما عندك مجموعه كده محافظهم، في اي لحظه تقول له انا عايز بذكاء اصطناعي تصمم لي الحاجه ديت. زائد ان في نظارتين نزلوا، انا شريت نظاره قبل كده من ميتا، هما بقى هينزلوا البي بان ميتا سمارت جلاسز، دي نظاره اي ار اوجمانتد رياليتي، ودي الجيل التاني بعد نظاره الري بان ستوريز اللي هي نزلتها في 2021. طبعا هيبقى فيها مزايا كتير جدا. النظارات اللي نازله سواء ابل او ميتا او النظارات دي هتلغي الموبايل، لان خلاص بقت شاشه الموبايل هي اللي موجوده في النظاره، فانت وانت لابس النظاره شايف اي حاجه، مش محتاج ان انت تشيل الموبايل معاك خلاص. يعني بيتجهوا انهم يلغوا الموبايلات وتبقى حاجه اثريه حاجه قديمه. في تطورات من ناحيه في مكبرات صوت في قلب النظاره بحيث ان انت تسمع بشكل حلو لاي حاجه انت عايز تسمعها. في الكاميرا بشكل افضل، تقدر ان انت تتفرج على الفيديوهات بشكل افضل وتصور بشكل افضل. عدسة كاميرا 12 ميجا بكسل، تخيل تقدر تصور فيديوهات 1080 بي دقيقة كاملة، والبطارية ممكن تشتغل لمدة 4 ساعات ونص. ففي شوية مزايا كويسة، وفي ميزة اللي هي لايف ستريم، ان انت تقدر تدوس على زرار فتعمل بث مباشر على الفيسبوك اللي انت شايفه. تخيل مثلا انت موجود في الاستاد وتروح دايس فتعمل ستريم للناس اللي موجوده في متابعين ليك على الفيسبوك. وبرضه هيبقى متاح في النظاره الميتا اي اي، تقدر انت تتكلم معاه بوامر صوتيه زي ما اليكسيا عامله في اليكسيا فريم النظاره بتاعتها، تقدر انت تدردش معاه. النظاره هتطلع ب $300. وفي النظاره اللي هي ميتا كويست، انا عندي ميتا كويست 2، هم هينزلوا بقى الميتا كويست 3، هيبقى فيها ميكسد رياليتي بشكل افضل. فدي كلها تطورات اعلنت عنها ميتا امبارح. وطبعا ده تزامنا مع الاوبن اي اي اعلنته ان الشات جي بي تي هيبقى عنده القدره ان هو يسمع الصوت ويحوله لكلام، وبعد كده يرد عليك بصوت، يعني بيسمع وبيتكلم ويرى اي صوره ترفعها له، يبدا ان هو يحللها لك ويجيب لك، ممكن مثلا تكون في مشكله تقنيه فيبدا يقول لك على الحلول بتاعتها. فدي اخر التطورات النشره الاخباريه. السلام عليكم.